مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف اللحظة الأخيرة لقصة حياتي من كتف أمي إلى كرسي الأستاذية. كنا توقفنا في المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، عند الكلام عن البيئة أو الشارع اللي أنا كنت بعيش فيه. كانت المدرسة شيء مثالي وجميل، لقيت في نفسي بصورة جيدة، وأخذت نفسي تنمو وتنضج بصورة طبيعية. إلا إن الشارع اللي أنا كنت ساكن فيه كان له ظروف غريبة أثرت عليا تأثير سلبي لفترة من فترات حياتي. الشارع اللي أنا كنت ساكن فيه كان اسمه شارع الجزائر. الشارع ده كان راقي جدا جدا، كان كتبت عنه مقالة كبيرة قبل كده طويلة من كام سنة. الشارع ده أنجب عدد كبير من مشاهير الشخصيات المصرية الذين تولوا مناصب رفيعة بالدولة، من أطباء ومهندسين ومدرسين وأساتذة الجامعات وقضاة ومستشارين ولواءات شرطة ولواءات جيش، وصولا إلى عدد من المحافظين وانتهاء بالنائب العام الأسبق. ده كان الشارع اللي أنا اتربيت فيه، ودول كلهم كانوا أصدقائي وزملاء الطفولة اللي صاروا من مشاهير الشخصيات المصرية. المنازل الشارع دي كانت عبارة عن فيلات صغيرة أنشأتها جمعية اجتماعية شهيرة. كان يعني الأمين بتاعها هو دكتور اسمه حسني الغندور. كان البيوت عبارة عن فيلل، ملحق بكل فيلا حديقة أو اتنين وسطح، وبيحوط الفيلل كلها سور حجري طويل بيعزلها عن المناطق اللي حواليها. المناطق اللي حواليها كانت عبارة عن المزارع اللي بتفصلها بمسافة حوالي نص كيلو عن المقابر طنطا الرئيسية. سكان الشارع كانوا مكوكبة من كبار العائلات بطنطا، لجأوا إلى المنطقة الهادية دي علشان يحيوا فيها حياة بسيطة بعيدا عن صخب المدينة وضوضاء. حد يسألني، طيب انت ايه اللي لمكم على الناس دي؟ ده انت ابن ميكانيكي وامك ست بيت، انت ايه اللي وداك للعائلات الفخمة الكبيرة، عائلة حتاتة والمراسي ووافي، عائلات كبيرة جدا، ايه اللي ضمكوا ليها؟ هي في الحقيقة البيت اللي احنا اتربينا فيه كان ملك كانت تملكه واحدة مدرسة بالتربية والتعليم، انتقلت الى الاسكندرية وتركت البيت فاضي، فصارت تبحث عن ساكن. يعني هي كانت مدرسة والناس السكان اللي حواليها من نفس يعني ناس متعلمين، فكانت بتبحث عن ساكن، فمحدش يفكر يسكن لان كله كان بيشتري تمليك. فمين بقى ساعتها اللي كان بيدور على شقة؟ هو والدي، كانت يعني كانت متجوز وحب يغير السكن بتاعه، فأخد البيت ده من صاحبته، أخده إيجار وسكن فيه مع الكوكبة الراقية ديت من الأهالي الموجودين. وطبعا كل ده تم بتقدير الله سبحانه وتعالى، إن احنا نجاور العائلات الكريمة ديت علشان نكتسب من صفاتهم الأخلاق الطيبة اللي تساعدنا على الارتقاء بوضعنا الاجتماعي. رغم ان أسرتي كانت هي أبسط أسرة موجودة، بس والدي فضل ان يسكن في هذا البيت لقرب من محل عمله اللي يبعد حوالي 200 متر عنه. كان والدي في الحقيقة سعيد لمجاورته للعائلات ديت، وطبيعة الأخلاق لها خاصية الانتشار والعدوى، سواء كانت أخلاق حميدة أو أخلاق رديئة، فهي طبيعة الأخلاق معدية. فوالدي يعني قال عسى إن احنا نكتسب من العائلات الطيبة ديت بعض من الصفات الكريمة بتاعتها، فانسجمنا معهم وصرنا
كالأهل. كان الشارع بتاعنا موجود في حي القرشي في الطرف الجنوبي من مدينة طنطا بنهاية العمران، يعني ما كانش فيه بعدنا عمران سواء من الناحية الجنوبية أو من الناحية الغربية. كانت بتفصلنا مزارع كبيرة عن المقابر زي ما قلنا، وكنا متحوطين بسور حجري كبير عامل عزلة لهذه المساكن عن غيرها من عشان المناطق الزراعية اللي حوالينا كان ربما بيجي فيها ناس يعني ايه خارجين على القانون ممكن يعملوا مشاكل، فالجمعية اللي انشأت المساكن ديت فصلتنا بسور حجري عنها. مع الوقت المناطق الخالية اللي ورا الحي بتاعنا ورا الشارع بتاعنا بدأت تتسرب إليها مجموعات من الإيه يعني من الأسر المتواضعة الحال جدا. وتواضع الحال مش عيب، لكن تواضع الأخلاق وترديها هو اللي عيب. كانت الأسر ديت يعني اللي هم الباعة الجائلين والناس اللي بتوع الروبابيكيا وناس خارجين عن القانون، معذرة يعني، كان تجار مخدرات أو لصوص بدأوا يتجمعوا ويعملوا نفسهم مساكن طين وعشش بس بعيد شوية عننا يعني جنب المقابر، وشوية شوية بدأوا يعملوا مساكن من طين. تمددت المساكن ديت لحد ما وصلت لسور بيتنا، وأصبح شارعنا عبارة عن جزيرة وسط بحر من البيوت العشوائية. المجموعات اللي كانت ساكنة دي كانت بتتكاثر بسرعة، كانوا بيتجوزوا ويخلفوا بأعداد مهولة، فتكاثروا في ظل 10 15 سنة وصارت أعدادهم كبيرة لحد وصاروا يبنوا البيوت بتاعتهم لحد ما التصقوا بالسور، صارت مبانيهم في ظهر السور بتاع اللي فاصل بيوتنا عن الايه عن المناطق الخالية اللي وراه. ثم بدأت تهدم مناطق في السور وتفتح شوارع جانبية في اللي هي كانت بين تتصل بالشوارع الجانبية اللي كانت بين البيوت وبعضها، يعني كان بين بيوتنا وبعضها شوارع جانبية. الشوارع الجانبية ديت كان في آخرها السور اللي بيفصلها عن المناطق الخالية، فلما هدوا السور أصبحت شوارعهم ضيقة على اتصال بشوارعنا الجانبية الواسعة، وشالوا الفواصل اللي بيننا وبينهم. أريد الموضوع توقف عند كده. طبعا صاروا يمارسوا علينا الحقد الاجتماعي، فبدأوا يجوا بجوار بيوتنا ويعني يرموا المخلفات الآدمية بتاعتهم تحت جدران بيوتنا. طبعا الناس لا تعرف لا عيب ولا قيم ولا لهم أصول معروفة، وأغلبهم مطرد من العدالة وعليهم أحكام جنائية. المكان ده اسمه كندليه، كان يضم مجموعات من أسوأ اللي هما يعني الأهالي اللي سكنوا مدينة طنطا، كنا احنا بنسميهم المطاريد، وكانت مساكنهم تشبه حي البطنية كده في القاهرة. كانت الشرطة بتهاجمهم لما يوصلوا لحد بيوتنا، لكن لا تجرؤ أبدا على إنها تدخل عليهم بيوتهم. كانوا بيتخفوا بالنهار وبيستيقظوا بالليل وعلشان يمارسوا الأنشطة بتاعتهم على أضواء عواميد النور في شارعنا، سرقة ومخدرات وقمار ويعني حاجات مخالفات مش لطيفة. وبدأوا ينجبوا أولاد وشكلوا جيل في مصر أعمارنا، كانوا زي القنابل الحارقة، حولوا شارعنا لحالة من الجحيم. نالني أنا منه شخصيا نصيب كبير ساهم بتقويض نفسيتي لفترة التكوين الرئيسية في حياتي. لما جت الأجازة الصيفية اللي بين أولى وتانية إعدادي، كان وقتها كنت كبرت وكان عمري 12 سنة في الوقت ده، والدتي سمحت لي ألعب في الشارع.
ألعب مع أصحابي التقليديين اللي هم جيراني في الشارع، اللي هم صاروا نسبائي وأصدقاء العمر. كنا حوالي تقريبا 10 أو 12 واحد، كنا بنعمل 3 فرق كورة ونلعب بالتناوب، وكانت أيام جميلة جدا. الأصدقاء دي كانت لها سمت ملائكي، وأنا من فرط حبي لبعضهم تزوجت يعني أخت مجموعة منهم، 4 منهم كانوا 4 أخوات، اتجوزت إلى زوجتي اللي هي معايا حاليا، أم أولادي، وعلاقتنا ما زالت ممتدة بالباقين حتى اليوم. كانوا الأصدقاء دول وصلوا من درجة الكمال من الخلقي والتربوي، لدرجة إن محدش فيهم جرحني بكلمة واحدة طول عمري معاهم، بل كانوا بيحافظوا على مشاعري تماما زي إخواتي وأكتر. كانوا بيساعدوني في اللعب، يشدوا من أزري، وكانوا يعني مخليني رئيس لأحد الفرق. كان فينا 3 فرق كورة، كنا أنا رئيس فريق، وأخو زوجتي رئيس فريق، وواحد من أعز أصدقائي التانيين رئيس فريق تالت. كل فريق فيه معاه 3، كنا إيه كنا 4 في كل فريق، كنا 12 واحد. أيوه. المهم لما كنت بجري، كنت طبعا اللي بيعرج ده لما يجي يجري جريته تبقى مضحكة شوية، مع ذلك محدش فيهم أبدا يعني علق على جريتي، بالعكس كانوا بيسميني إيه. كان في لعيب زمان كرة في نادي الأولمبي اسمه عز الدين يعقوب، كان بطل مصر في العدو، كانوا مسميني إيه يلا عز الدين يعني ان انا بجري بسرعه، وانا كنت بطيء طبعا في الجري. وكان واحد فيهم كان يعني لما بشوط الكوره شوطي كانت ضعيفه، فكان يقول لي ايه ده الشاذلي، والشاذلي ده كان لعيب كوره مصري في الستينات والسبعينات، كان لعيب كوره الشوطه بتاعته زي القنبله، فكان يقول لي يا شاذلي، واحد يقول لي عز الدين، واحد يقول لي شاذلي. ففي الحقيقه كان ده جبران خاطر قلمه يحصل من صديق لصديقه، إلا إذا كانوا عليهم يعني لهم توصية من الله سبحانه وتعالى هم لا يعرفوا مصدرها، وكأن الله كان موصيهم عليا إنهم يجبروا خاطري وياخدوا بإيدي. حتى ظننت للحظات لوقت طويل إن أنا زيهم، وده اللي كان من الحاجات اللي بتدفعني لعدم اعترافي بالإعاقة بتاعتي. اللفتات الطيبة ديت ساهمت في جبر خاطري واكتسابي ثقة بنفسي، ساعدتني كتير إن أنا أتخطى المشاكل النفسية اللي كانت مصاحبة بشلل الأطفال. لكن الأجازة اللي من أولى وتانية إعدادي كانت حظ في حد فاصل بين فترة الطفولة وفترة ما قبل المراهقة، قبل أن يبدأ جسمي في النمو وطولي في الازدياد. لكن بوصولي لسن 12 سنة أو 13 سنة في تانية إعدادي، أنا كنت بقول لكم إن أنا كان عندي جينات الطول، فبدأت أطول بسرعة كبيرة، لإنعدم التوازن العضلي على جانبي العمود الفقري جعل عمود الفقري يلتوي إلى الجانب، فبدل النمو ما بدأ يبقى بالطول، بدأ النمو ياخد شكل متعرج، أخد شكل حرف الإس، وبدأت الضلوع بتاعتي تنعوج، وبدأ ظهري ينحني لحد لما وصل كأني شايل شوال صغير على ظهري. هذا الاعوجاج بدأ يأثر على رجل المصابة، فزادت حالة العرج عندي، وتأثرت طريقة المشي بصورة ملفتة. بعض من كان يراها ممن ليست لي به علاقة كان بيضحك، وكانت الضحكة ديت بتنزل على قلبي كأنها كرباج. على الرغم من ظهور الآثار الجديدة ديت على عمودي الفقري، اللي أنا ما كنتش لسه بشتكي حاجة، ظهري بدأ ينحني للجانب، العمود الفقري للجانب، وبدأت تظهر قبة في ظهري، بس ما كنتش بشتكي سوى بس من نهيجان خفيف خالص بعد مجهود بدني كبير، أو في نهاية الماتش الكورة مثلا، يعني يجي لي شوية نهيجان بسيط.
مع بدء الأجازة الصيفية بدأنا نلعب ماتشات الكورة العادية بتاعتنا، كنا بنلعب ماتش الصبح وماتش العصر. لاحظنا إن الصبيان العشوائيات اللي ورانا دول أولاد المطاريد زي ما إحنا كنا بنسميهم، بدأوا يحاولوا يجوا يلعبوا معانا ويشاركونا في اللعب. في الحقيقة يعني إحنا جربناهم كده في الأول، لقيناهم يعني مش ينبوع بركان من الشتايم وطول اللسان وسوء الأخلاق والكذب، ما جعلنا ننفر منهم ونرفض إن هم يلعبوا معنا. فكل ما كانوا يحاولوا يجوا يلعبوا معنا كنا بنرفض إلا رفضنا للعب معهم جعل الحقد في نفوسهم يزيد بشكل متسارع، فكانوا بيفسدوا علينا ألعابنا بأنهم يسرقوا الكرات بتاعتنا، يشيلوا الحجارة اللي بتعمل الجون، وكانوا ياخدوا الكور بتاعتنا ويهربوا على الأوكار بتاعتهم، وما كانش حد يجرؤ يطاردهم ويروح وراهم ويستردوا الكرات. حتى أحالوا حياتنا لكابوس. تطور الأمر عندهم لما شافونا بنسكت وبدأوا يعتدوا علينا. طبعا دي ناس لعبة أخلاق ولا قيم، ولا يعرفوا عيب ولا يعرفوا رب ولا يعرفوا دين، يعني أولاد شوارع. فلما كانوا يجوا يضربونا كانوا أصحابي يجروا، أنا كنت أبطأ واحد فيهم فما كنتش بقى الحق أجري، فكانوا يختصوني بالضرب لأن كنت الحلقة الأضعف من المجموعة بتاعتنا من الأصدقاء. فكنت لما بسقط بأيديهم ينفردوا بيا، وتلاقي 3 4 نازلين فيا ضرب وشتيمة ومعايرة ليا بالعيوب الجسدية اللي أنا بعاني منها. الحقيقة أنا ما كنتش بقدر أرد، وبدأت يؤلمني سماعي للصفات الجسدية اللي بيحملها جسدي، التشوهات اللي أنا بعاني منها. تحول الأمر عند الولاد دول لانتقام بسبب رفضنا للعب معاهم، وتحول الأمر من انتقام إلى تسالي. فكانوا كل لما يستفردوا بواحد فينا ينهالوا عليه ضرب بالطوب وضرب بالأقلام وياخدوا الفلوس اللي معاه، وكان مأساة. أنا طبعا خدت النصيب الأكبر من الشيلة ديت. أنا لما كبرت والدتي كانت بتكلفني إن أنا أروح أجيب طلبات من المحلات المجاورة، فكنت لازم أعدي على المناطق بتاعتهم، فكنت بتلقى نصيب وافر من الشتائم والحجارة من مختلف أجزاء جسمي. أذكر مرة إن وأنا ماشي جاتلي حجر في وشي أصاب سنتي الأمامية كسرها، ورجعت والدتي ووشي متغرق دم. الشيء العجيب إن سنتي دي كانت سنة دايما، كانت الإيه اللي هو الأسنان اللي في مقدمة الفك العلوي اللي بيسموها القواطع الأمامية انكسرت سنتي، خلاص مش هتتعوض. إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية لم يرد أن يجمع على تشوه جسدي تشوه في وجهي، فلحمت السنة طلعت اهي قدامكم اهي. السنه كانت مكسوره بالايه؟ بكسر مايل، لان الحجر لما جه فيها وقع. سبحان الله نمت من جديد، ورغم ان خلاص السنه اللي بتتكسر عامله زي الازاز، نمت من جديد وطلعت وايه؟ بالشكل اللي هي موجود حاليا. وده كان من جديد. طبعا ما اعرفش ازاي طلعت، هما كان وقتها افتكر قالوا لي دي خلاص مش هتطلع تاني لان دي سنه دايمه، يبقى تركب سنة لما تكبر ولا ركبت ولا حاجة، هي بقدر الله سبحانه وتعالى ولطفه جعل السنة تنمو من جديد، إحدى المعجزات اللي محدش بيتكلم عليها. المهم صارت مطاردة الأولاد ليا ديت أمر اعتيادي،
لهم، لكن بالنسبة لي كان كابوس كبير يطاردني كلما خرجت من البيت. فكنت بهرب وفر من شارع لحارة وهم يلاحقوني، وما رضيتش أقول لأمي على اللي بيحصل لي ده حتى لا تشعر بالألم وأسبب لها حزن أكتر من الحزن اللي كان يعني أصابها جراء معاناتي في السنوات الأولى من حياتي. كان إذا اشتد الضرب أو الأذى عليا أرجع البيت وأدخل أوضتي وأحط راسي بين المخدات وأبكي. كانت الوحيدة اللي بتعلم بمعاناتي هي أختي الدكتورة إيمان، اللي كانت فوقية على طول. كانت تقعد تبكي معايا وتواسيني، ومكانتش عارفة تعمل لي إيه. اللي كان أتذكره إنها كانت تقعد تطبطب على صدري وتمسح على راسي لحد ما أهدى. فضل الأمر طول الأجازة بهذا الشكل لحد ما كرهت الخروج للشارع وتمنيت إن المدرسة ترجع من جديد. لكن بسبب قسوة الأحداث عليا بدأت أرفض طلبات أمي بشراء الحاجات. أمي كانت تطلب مني أروح أتعيش، أقول لها لأ، فكانت أمي تستغرب، بقى أنا اللي فنيت حياتي علشانك، أطلب منك إنك تروح تجيب عيش من الفرن اللي جنبنا وتقولي لأ؟ أنا ما كنتش بقول لها عن السبب. فأمي كانت بتظن إن ده عصيان لها وجحود مني، ما كانتش عارفة سبب رفضي اللي طلبها كان ايه. هي كانت احيانا لما تبقى متعصبة كانت تعاقبني، تضربني او تهزقني. كنت بتحمل عقاب امي واقول اهو اهون عليا من ضرب اولاد المطاريد فيا. ايد امي مهما تضربني هتبقى حنينة عليا. ظلت الاوضاع متشابكة ومعقدة لفترة طويلة. الفترة دي كانت كافية لحدوث جرح بنفسي وإحساس عميق بكراهية الظلم. وكان حل الأزمات دي على صبي في الثانية عشرة من عمره يعتبر مستحيل، لكن كنتيجة للضغوط دي كنت دائم الصمت، وكثير ما كنت أصعد لسطح البيت بتاعنا وأناجي الله سبحانه وتعالى، ليه يا رب ده بيحصل لي وأنا ما بأذيش حد؟ دي كانت دايما هي المناجاة ومعاتبة الله سبحانه وتعالى وحاشاها، إنما كانت دي ثقافتي وقتها. ما كانش فيه ربنا سبحانه وتعالى أطلب منه المعونة وكلمات العتاب، إن أرجو إن هو يعني يرحمني من الوضع اللي أنا كنت بعيشه ده. الأحداث دي تركت في نفسي أثر استمر فترة طويلة جدا، وأدت إلى ظهور أثر سلبي على منظومة القيم الراقية اللي أنا اكتسبتها في أثناء طفولتي. بدأت منظومة القيم تنهار، وبدأ إحساس الظلم يتزايد، عدم قدرتي على الرد. عملت لي ايه؟ عملت لي مشاكل نفسية ما خبيش عليها. هنا تدخلت إرادة السبب في اللحظة الأخيرة قبل ما تنهار نفسي. ربنا سبحانه وتعالى تدخل واستجاب لمناجاتي له من على سطوح البيت بتاعنا. استجاب ربنا سبحانه وتعالى للمناجاة وأذن بالفرج، وكان الفرج سهل وبسيط وجميل. لما الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكان الفرج من الله بكلمة كن. وهنشوف إن شاء الله إزاي الفرج كان في الحلقة اللي جاية.
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.